السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة الصف الرابع الابتدائي. وصلنا إلى موضوع حكى لنا جدي، سوف أقرأ الموضوع وعين كلمات جديدة. قال لنا جدي: في قديم الزمان خرج من قريتنا رجلان. قال الأول: سأذهب من هنا، هذا هو طريقي، تعال معي. قال الثاني: تعال أنت معي، طريقي هو الصحيح. لم يتفق الرجلان وذهب كل واحد في طريقه. وبعد سنوات طوال التقى الرجلان. قال الأول: ماذا فعلت يا صديقي بعد هذا الزمن الطويل؟ قال الثاني: جلبت معي نقودا كثيرة، بنيت بها مدرسة في القرية. وماذا فعلت أنت؟ قال الأول: جلبت معي كتبا كثيرة، وضعتها في مكتبة القرية. قال جدي: الرجل الأول نفع الناس بكتبه، والثاني بنقوده، خير الناس من نفع الناس. وحقر الموضوع الثاني مرة ثانية وعين كلمات الجديدة. إذا موضوعنا هو حكى لنا جدي، الجدي يحكي لنا قصة عن رجلان في قديم الزمان خرج من قريتنا رجلان. قال الأول: سأذهب من هنا، هذا هو طريقي، تعال معي. قال الثاني: تعال أنت معي، طريقي هو الصحيح. الأول: سأذهب من هنا، هذا هو طريق. الأول يحكي للثاني يقول له: هذا طريقي، تعال معي. الثاني يقول: لا، تعال أنت معي، طريقي هو الصحيح. لم يتفق الرجلان وذهبوا كل واحد في طريق، كل واحد في طريقه. وبعد سنوات طوال التقى الرجلان. اللقاء اللي حصل بعد سنوات. قال الأول: ماذا فعلت يا صديقي بعد هذا الزمن الطويل؟ قال الثاني: جلبت معي نقودا، يعني الثاني جلب معه نقودا كثيرة، بنيت بها مدرسة في القرية. وماذا فعلت؟ يرجع يسأل الرجل الأول، يقول: جلبت معي كتبا كثيرة، وضعتها في مكتبة القرية. فالأول نفعه الناس بنقوده وكتبه، الثاني نفعه بنقوده، والأول نفعه بكتبه، فخير الناس من نفع الناس. هذا الموضوع. عندنا الحوار. السؤال الأول: هل اتفق الرجلان على الصحبة في السفر؟ لا، لم يتفقا. ثانيا: متى التقى الرجلان؟ التقى الرجلان بعد التقى الرجلان بعد زمن طويل. ماذا فعل كل من الرجلين من خير لأهل القرية؟ الأول جلب كتب كثيرة وضعها في مكتبة القرية، والثاني بنى مدرسة للقرية. السؤال الرابع: من هو خير الناس؟ خير الناس من نفع الناس، كان نفعهم بالفلوس عندما بنى لهم المدرسة، أو نفعهم بالكتب اللي أيضا ممكن أنه يستفادون منها. تدريبنا يقول: اقرأ ثم أكمل. أنا قرأت، أنت قرأت يا أحمد، أنت قرأت يا ليلى. أنا هذا أخذناه إذا تتذكرون ضمير متكلم، وأنت وأنتي هذون عندنا ضمائر مخاطب. زين، أنا كتبت هنا، أنت قرأت يا أحمد، أنت المثال اللي عندنا، أنت كتبت يا عادل، أنت قرأت يا ليلى، أقول أنت كتبت كسرة يا سعاد. نحن قرأنا، فعندنا ضمير متكلم يتكون من أنا ونحن، فهذا هم ضمير متكلم. أنتم وأنتن هون تستخدم لجماعة الذكور، أنتم وأنتن لجماعة الإناث ضمير مخاطب.
نحن قرأنا، أنتم قرأتم، أنتن قرأتن، نحن كتبنا، أنتم كتبتم، وأنتن كتبتن. وحيكون هذا الجواب. نحن كتبنا، ناخذ بنحن جماعة اللي من ضمائر المتكلمين، وأنتم من جماعة الذكور ضمير مخاطب، وأنتن من جماعة الإناث. نأخذ شيء آخر وهو التعبير. اقرأ الأبيات التالية ثم اكتبها نثرا. الرياضة والدراسة. بالنسبة لي النثر، ساعدنا احنا عندنا أبيات شعرية، النثر وحكتب مثلا ما يتضمنه كل بيت من هالبيوت وما معناه. فحقرأ الشعر: هيا بنا هيا بنا نلعب في البستان، نجري على حشائش المخضرة الألوان، فنقطف الأثمار من خوخ ومن رمان، نقضي فراغ الوقت في رياضة الأبدان، ثم نعود بعدها للعلم والعرفان. يعني هون مثلا إذا أكتب مثلا أكتب نثر على شكل ما تضمنه هو الموضوع، اللعب في البستان متعة للأطفال مثلا، نجري على حشائش الشوني خضرة الألوان، وأخطف ونقطف الثمار من خوخ ورمان، ونقضي فراغ الوقت في اللعب والقطف ورياضة الأبدان، بعدها نعود إلى العلم والإحسان والعرفان. هاي فقط النثر هو عبارة عن شرح للأبيات. فهيا بنا هيا بنا نلعب في البستان، نجري على حشائش مخضرة الألوان، فنقطف الأثمار من خوخ ومن رمان، نقضي فراغ الوقت في رياضة الأبدان، ثم نعود بعدها للعلم والعرفان.